انا ما بحب صف الصراحه. انتوا استريحوا شوي شوي. سمعكم موال عن الحماوي الكلمي وبعد ما تحت عيونكم وحي مرتب. بتمنى اللي ورا على الكراسي كربوا لنا هون حطوا الكراسي هون كربوا على قلبنا. قبل يا شباب عندنا المنصه استريحوا. انا سمعكم موال الحماوي الكلمي
محمد محمد هاي بنت المدينة المدينة أول ما جت محلاها البس بتاعته العشاها ولا جبت العظم كواها وأمي شو زعلت عليها عليها والمجديد الأردني هلا بصير هلا بصير حبايبي حبايبي أول ما جت مهداها أمس إبتاك العشاها ولا جبت العظم كواها وإمي غردت عليها بلشت الحماق عيطت منها رح وصيها قدامك تضل تحفظ مقامك واذا بتخالف خالف كلامك العذارى ابوها بطحيها الحمام بتقول لجني انا ابني علي وصاني كلام سمعته بداني وروحي تعميد السوساني مش قليل الحماقة بها اسمع شو بتقول لها تشني دوم هم ضخشي او هم ضخشي ما بطعم لك ولا صوص لو بصير بالبلد قطع روس وعشباتك بدي ادوس وروحي لجوزي واحكيها عند حاكم أبوذي تيجي ابني بحكي له علي عملتي بفضيله وبخلي الدموع يسيله ومرة الليل يربيها مكواها مكواها تشوفي صح اسمع بس بزعل علي بلبس البدل الزهري وبعمر السهرة شوية وابو برا بتضحيها اخر الزمن اسمع الام شو بتقول لجنتها الجنو ابني بطحاني يعني بترمي يعني بترمي ما ضلش في الدنيا اماني تعباني علي بفناني تسع شهور مقضيها صحي ضميره صحي ضميره مدام تسبيتي امي ما بتضلي على ذمي ولت وثياب تروح لامي واركب طلاقك بوديها 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 يا الله
بعزة كرة.